القرار الأخير لمجلس الوزراء فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 50% على بيض المائدة المستورد. قرار صائب أي وسليم. إضافة إلى 20% السابقة صار 70%. راح تقول لي ليش؟ إحنا عانينا من أزمة خلال الفترات طبعًا. الماضية ووصلت طبقة البيض طبعًا. إلى 6,000 و7,000 طبعًا. بس أكو شيء ملزم على المنتج العراقي. أولاً البيضة ترقم على المنتج العراقي. على المنتج العراقي. إيش قد حجم الإنتاج الآن دكتور؟ بس راح أقول لك شيء. من ترقم هذه البيضة باشر من يدخل لي بيض خارج ضوابط الاستيراد. زين؟ ذاك الوقت ينعرف طمغة بين قوسين. طمغة. طمغة. أها معرفة أي. يعني طمغة. أي طمغة. فمنتج من شركة أستاذ علي. زين. زين. واضح. أنا من أدخل البيض. زين. ما بها الطمغة. زين. راح ينعرف. تعال اعطيني إجازة استيرادك. زين تجيب استيراده ماخذين عليك رسم 70% 70% تعرفين هذه حمايه مشروطه. شنو الحمايه المشروطه؟ هذا قانون للمنتج المحلي. حمايه مشروطه هذا قانون حمايه المنتجات تمام. العراقيه كله تمام كل لا لا كله جيد لكن احيانا مرينا بفترات ازمات كان اكو قله بالمعروض مقابل كثره بالطلبات وصعدت طبقه البيض الى 6000 و7000 وتحملها المواطن. ليش صارت؟ ليش صارت؟ اذا انت يعني تاخذ عليها رسم 20% وهو جاي رخيص كلش فما يشجع المنتج المحلي زين. او الحقول الدواجن المحليه زين. ما يشجعهم ان ينافسون ما يقدر بس الان صارت منافسه يعني يجي بنسبه 20% قبل المنتج قبل. المحلي لا يستطيع المنافسه من حيث السعر بالضبط يهجر العمل مالته بالضبط. فهسه من صار 70% صار قدامك خيارين انت كمستهلك عندك منتج محلي سعره مقارب الى سعر المستورد فذاك الوقت انت يبقى لك الخيار بس خليني اوصل لك حر اخذ هذا لو اخذ هذا أي. انت تختار ولهذا النوعيه الان يضطر ابو المنتج المحلي حقولنا يضطر ان يداري رغبه المستهلك حتى يطلع بيض بانتاجيه ممتازه على ذائقه المستهلك احنا الان اكو رقم فيما يتعلق بالقرار الذكي وتطبيق الى قانون حمايه المنتجات ممتاز اكو يعني اكو رقم معين فيما يتعلق بالانتاج المحلي الان والله ما اقدر انطيك رقم لسبب لانه شويه يعني مو بالمستوى مو بس بالمستوى راح ينتعش بعد هذا القرار يعني.